السلام عليكم ورحمة الله. من قناة النيل الأزرق نحييكم ونقدم لحضراتكم الموقف الإخباري. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو حرص الدولة على المواصلة للحقائق، بل على الوصول للحقائق بشكل شفاف وواضح وكشف الحقيقة وتطبيق العدالة على مرتكبي الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينيك أواخر أبريل الماضي. ودعا خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت مرغني عباس الأمين إلى الإسراع في رفع التقرير الخاص عن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينيك بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها المفوضية للولاية. وقال رفعت مرغني في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق للتدابير التي اتخذتها الدولة بالتنسيق مع الحكومة والتي ساهمت في تهدئة الأوضاع وتحسين الوضع الإنساني والأمني بالولاية. من هذه المسائل سعدنا بأنه مجلس السيادة الانتقالي قد اتخذ تدابير في عدد من هذه الموضوعات. أيضا كذلك تطرقنا مع سعادة النائب إلى زيارة المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتقصيها للأحداث الأخيرة في الجنينة وكرينيك. وجدناه مهتم شديد الاهتمام بمسألة التقرير الخاص بهذه الأحداث، وأيضا كذلك مهتم بأن تقدم هذه التقارير بشكل سريع، ويؤكد بشكل تام بأنهم ينشدون الحقيقة والعدالة. رأس عضو مجلس السيادة دكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير بالقصر الجمهوري اجتماعا ضم والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني دكتور عفاف يحيى والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية بشرى حامد. وتداول الاجتماع حول ترقية البيئة بالولاية من خلال الاستفادة من احتفالات الهلال الأحمر السوداني بيوم التطوع. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم في تصريح صحفي إن الاجتماع تطرق لمساهمة جمعية الهلال الأحمر في تحسين البيئة بالولاية خاصة في مجالات التشجير والنظافة والتوعية البيئية. تداول حول كيفية مساهمة الهلال الأحمر في ولاية الخرطوم في مجالات البيئة وبالتحديد في مجال التشجير بالنسبة لأحياء ومناطق العاصمة المختلفة وولاية الخرطوم المختلفة، وكذلك مسألة يعني النظافة والتوعية البيئية للمواطنين ولإحياء سنة التطوع. ونحن نفتكرين أنه طبعا هذه مبادرة ممتازة جدا، سيما أنه مسألة التشجير تتزامن مع دخول الخريف وهو موسم الإنبات بالنسبة للأشجار. واصل بنك السودان المركزي تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي. وقال البنك في بيان صحفي أنه سيستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعما لاستقرار سوق النقد الأجنبي. التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر بمكتبه سفراء السودان المتجهين إلى فرنسا والمملكة المغربية، السفيرة مودة عمر حاجة توم سفيرة للسودان بالمغرب، السفير خالد محمد فرح سفيرة للسودان بفرنسا. وتناول اللقاء وجهات النظر والمعلومات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان وكل من فرنسا والمغرب في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة. دعت قوى الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي إلى قيام مؤتمر تحضيري تمهيد لاختيار رئيس الوزراء في البلاد وإنهاء حالة الفراغ الدستوري. وطلبت خلال ندوة سياسية للأحزاب التوجه إلى صناديق الاقتراع إن أرادت الحكم. كما أشارت الندوة إلى أهمية الحوار في منصة سودانية خالصة. وأكد رئيس التحالف دكتور فتح الرحمن فضيل لدى مخاطبته الندوة قبول الوساطة التي تحترم السيادة الوطنية، وأضاف أن السودان دولة مستقلة تحترم المواثيق الدولية. الإعلان ده حقكم كلكم،
احنا بنقول لكم الكلام ده عشان لانه هيجي لحظه محدده حتى لو ما جينا نتكلم في الميدان ده انتوا هتقروا على الاعلان ده. الاصطفاف الوطني الحقيقي الان سياسي، الاصطفاف ده ممكن يتحول لاي نوع من انواع الاصطفاف. التراب ده غالي يا اخواننا. نحن هذه الرؤيه لابد ان تشمل كل النوب والغرب جميعا، لابد ان نبقى اللي هو مثلا رجل الواحد في تحقيق عمليه التوافق والتراضي حتى نتمكن ان نخرج السودان من هذا النفق. امتدح السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر جهود المملكه العربيه السعوديه في السودان في المجالات المختلفه، مشيرا الى تطور العلاقات بين الخرطوم والرياض بفضل جهود المسؤولين في الدولتين. جاء ذلك خلال توقيع تسليم السفارة السعودية بمقرها في الخرطوم لرئيس جمعية الكتاب والسنة عثمان الحبوب 16,000 نسخة من القرآن الكريم. وقال السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر: نحن سعداء بأن نكون في خدمة الإسلام والمسلمين. بتوجيهات سديدة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولي عهده الأمين، نتشرف بتقديم شحنة من نماذج مطبوعات مصحف الملك مجمع الملك فهد لطباعة القرآن تقدر بحوالي 16,000 مصحف من مختلف نماذج المطبوعات لرئيس جمعية الكتاب والسنة لصالح أخواننا المسلمين في جمهورية السودان. نحن في جمعية الكتاب والسنة، هذه الجمعية التي هي ثمرة من ثمار المملكة العربية السعودية في عقيدتها وفي سلوكها وفي أخلاقها، ليس هذا من باب التزكية ولكن من باب البيان والتعريف. كذلك نحن في هذا البلد نحارب العصبية القبلية ونحارب التحزب والتعصب، ونرجو الله تعالى أن يعيننا كذلك على نشر كتاب الله سبحانه وتعالى للجميع. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق. تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.